لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في صحيفة المدى، حقوق الإنسان: نصف شباب المناطق الحدودية متاجر أو متعاط للمخدرات. في صحيفة الزمان، حقوق الإنسان تطالب بتقليص دوام الموظفين. في موقع عربي 21، اغتيال قيادي بارز في التيار الصدري بهجوم مسلح في بغداد. في صحيفة العرب اللندنية، واشنطن تنذر الميليشيات الشيعية: لا تختبري صبرنا مجددا. في صحيفة ذهل، معسكر الصين وروسيا يقوى وأمريكا تعاني من تحالفاتها. في القدس العربية، السودان ترقب خروج تظاهرات الأربعاء احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية. وفي نيويورك تايمز، سياسة بايدن من إيران تتظاهر بعدم الربط بين الميليشيات الشيعية والملف النووي، والواقع غير ذلك. السلام عليكم. عن مبادرة جمعيات أمهات الضحايا في العراق، كتبت هيفاء زنقنة مقالا تناولت فيه الحراك النسوي، وجاء فيه: داخل خيمة صغيرة في مدينة توسم بالقدسية، اعتصمت امرأة نحيفة منهكة الملامح مجللة بالسواد، تتجمع دموعها في قلبها غضبا ينذر بالانفجار. انفجار أم عراقية ثكلى بابنها، اسم المرأة المعتصمة هو سميرة، ينادونها أم إيهاب، تكريما للآصرة الأبدية بين الأم والابن أو البنت. في عراق يحترم الأم ويكاد يقدسها. أزالت القوات الأمنية الخيمة عدة مرات لأنها باتت مزارا للمطالبين بمعرفة قتل المتظاهرين. لا يزال المحتجون يتساقطون بينما يتمتع القتالة بالحماية والتكريم، حيث بات كتم الأصوات اغتيالاً نسغاً يمد الميليشيات وأحزابها بمواصلة البقاء والهيمنة. وهذا هو أحد أسباب اغتيال إيهاب الوزني، رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء جنوب بغداد، من الأصوات المناهضة للفساد وسوء الإدارة، المطالب بوطن يحترم فيه المواطن ولا يهان، بوطن لا تتنعم فيه فئة لصوص ومجرمين على حساب أبناء الشعب، والحد من نفوذ الميليشيات. صورت كاميرات مراقبة قريبة من منزله لحظة اغتياله في 9 مايو، كما وثقت أشرطة فيديو عمليات اغتيال ناشطين غيره من قبله، ووعدت القوات الأمنية بمحاسبة القتلة كما وعدت سابقاً، وكما وعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شخصياً، لتبقى الجريمة بلا محاسبة مسجلة ضد مسلحين مجهولين. وإذا كان رئيس الوزراء قد نجح سابقاً في طمر الجرائم تحت غطاء وعوده وزيارته لذوي الضحايا واحتضانه أطفال الضحايا أمام عدسات الكاميرات واستنكار الجرائم خطابياً كأنه مسؤول منظمة غير حكومية وكأن القتلة نزلوا من المريخ، فإن مثابرة أم إيهاب على المطالبة بمحاسبة قتلة ابنها وفق القانون وعدم رضوخها للضغوط والتهديدات والقبول بالوعود المعسولة، وزيارة ممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت يوم الخميس الماضي، يشير إلى أن جسد الإمبراطور وليست ملابسه الوهمية فقط قد تهرأ. إن موقف أم إيهاب على المستوى العام هو استمرار للحركة الاحتجاجية ومشاركة النساء منذ احتلال العراق عام 2003. نساء العراق اللواتي يقفن أمام المعتقلات والدوائر الأمنية بحثاً عن أحبائهن المختفين قسراً والمفقودين، مطالبات بحقوقهن كأمهات وزوجات منذ عقود، يقفن أيام البرد والحر القائض انتظاراً، فقد يعطف عليهن شرطي أو رجل أمن شريف فيهمس لهن بخبر ما يمنحهن الأمل بوجود أحبتهن في أحد المعتقلات، أو حتى إمكانية العثور على جثة في ثلاجة أحد المستشفيات.
تناول تقرير عده المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية تشاتام هاوس عن ملف الفساد في العراق، أشار فيه إلى أن الفساد السياسي هو العامل المعوق الرئيس لتحقيق إدارة كفوءة ناجحة للبلد، وأن الطامة الكبرى لهذه المشكلة هي أنها متجذرة لدى النخبة الحاكمة للبلد المهيمنة على مفاصل الدولة ومؤسساتها. مع السنوات الأولى لنشوء النظام السياسي الحاكم في البلد بعد العام 2003، تركزت اهتمامات الأحزاب والكتل السياسية على المناصب القيادية الرسمية العليا في الدولة، وتتنافس الأحزاب على مناصب الرئاسات الثلاث والتعيينات الوزارية ومديري اللجان والهيئات المتنفذة. وخلال تلك السنوات المبكرة لحكم العراق، فقد كانت السيطرة على ضمان وزارة معنية هي بمثابة مكسب نفوذ للحزب. وعبر السنوات اندفعت الأحزاب السياسية في العراق إلى تسييس المؤسسات الرسمية للدولة وتحويلها إلى مؤسسات بيروقراطية فاسدة، وفي كل المؤسسات الحكومية والوزارات والهيئات المستقلة تقوم أحزاب بتنصيب موالين لها فيها لخدمة مصالحها قبل مصالح الدولة ومصالح العامة من الشعب. وذكر تقرير المعهد البريطاني أن من بين المناصب المهمة التي تستحوذ على اهتمام الأحزاب ويتم التنافس عليها وما يطلق عليه بنظام الدرجات الخاصة، مئات من مسؤولين ضمن الدرجات الخاصة المسيسة منتشرين عبر مؤسسات الدولة سيطروا من خلال هذه الوظائف على الحكومة، ولم تصدر بحقهم مساءلة قانونية عن قضايا فساد منذ العام 2005. وكشف التقرير عبر لقاء أجري مع أحد الوزراء أنه ليست له سلطة في اختيار عقد دون غيره من التي تعرض عليه للتوقيع، حيث يجبره مساعدوه في الوزارة من أصحاب الدرجات الخاصة والتابعين للأحزاب على توقيع العقد التي يختارونها أو العقود التي يختارونها وترك الأخرى، وإذا خالفهم فإن مكالمات هاتفية ورسائل نصية ستنهال عليه ليعدل عن رأيه، وهي إحدى آفات الفساد في البلد بحسب ما وصفها التقرير. لا يصدر تفويض من الرئيس الأمريكي بإطلاق أوامر الغارات الجوية على أي هدف محتمل في العراق محتمل أن يكون تهديداً لمصالح الولايات المتحدة إلا بعد استشارات متكاملة من البنتاغون والاستخبارات والدائرة الضيقة للرئيس. هذا القرار ليس رد فعل لعملية قصف استهدفت أربيل بطائرات مسيرة قبل يوم من الغارات الأمريكية، وإنما هو قرار لمعالجة وضع كامل. مقال الكاتب فاتح عبد السلام نشرته صحيفة القدس العربي. لا مجال لإبعاد العراق عن ساحة الصراع الإقليمي والدولي، لقد فات أوان ذلك، أو إن الفرصة موجودة، ولكن الأطراف الجدية المتعاطية مع هذا الملف ليست في وضع استعداد لحسم قضية استغلال أرض العراق وأجوائه في التصفيات الخارجية، كما أن المسألة ليست بالتمنيات والعواطف والشعارات والخطب الحماسية حول السيادة. هناك قراءة دقيقة للوضع العراقي تحت عيون استخباراتية وسياسية دولية معنية تؤكد أنه أرضية مشتركة لأطراف الصراع، وإلا ما معنى أن تقع هجمات بالقصف على القوات الأمريكية الاستشارية التي كانت قبل 3 سنوات تدعم بالغارات الجوية الحاسمة عمليات الحكومة العراقية في حرب تحرير المدن من قبضة داعش وتدمير التنظيم؟ هل ما زال من يوهم نفسه أن دولة عظمى في العالم من الممكن أن تكون بندقية مستأجرة ترمى جانباً حال الانتهاء من خدماتها؟ إن كل شيء في العراق منذ 18 سنة هو وليد النتاج العالمي لسياسات ومصالح وحروب منظورة وأخرى غير منظورة من قبل الدولة التي لا ترى أبعد من خطوات أقدامها ولا تعمل إلا من أجل لقمة عيشها يوماً بيوم. المتاح من قراءة القرار الأمريكي الرئاسي الأخير المبلغ للبنتاغون هو أن هناك صفحة من الغارات السريعة ستكون رداً على أي تطور يكسر العلاقة بين العراق وأمريكا كدولتين لهما مصالح وتفاهمات.
وثم التخويل كبير بيد الرئيس حتى من دون دعم الكونغرس يصل إلى قرار خوض عمليات حربية واسعة ومستمرة تحت بند الدفاع عن النفس ومصالح الأمن القومي الأمريكي. من غزة سيتقرر ما إذا كانت مصر ستكون قادرة على لعب دور إقليمي فعال على صعيد الدور الفعال، يعني الدور الإيجابي الذي يساعد المنطقة كلها في استعادة بعض توازنها. مقال الكاتب خير الله خير الله في صحيفة العرب اللندنية، نستمع إلى جزء منه. تغيرت المنطقة كثيراً منذ حدوث الزلزال العراقي في العام 2003 وتسليم إدارة جورج بوش الابن العراق على صحن من فضة إلى الجمهورية الإسلامية ونقله قادة الميليشيات المذهبية العراقية التابعين لإيران إلى بغداد على دبابة أمريكية. بعد 2003 فقدت المنطقة كلها توازنها، يجعل فقدان التوازن المستمر إلى اليوم من الدور المصري حاجة إقليمية. لكن السؤال الذي سيطرح نفسه بإلحاح مرتبط أساساً بمدى قدرة مصر على لعب دور إيجابي في ظل النفوذ الإيراني الذي يطل برأسه يومياً. لا شك أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يتعرض حالياً لضغوط كبيرة مصدرها إيران، كان آخر دليل على ذلك اضطراره إلى حضور العرض العسكري للحشد الشعبي السبت الماضي بصفة كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة. يعرف الكاظمي قبل غيره عمق العلاقة بين ميليشيات الحشد الشعبي من جهة وإيران من جهة أخرى. أكثر من أي وقت يبدو مطلوباً من مصر ممارسة دور على الصعيد العربي على الرغم من كل الهموم التي تحيط بها بدءاً بغزة مروراً بليبيا وصولاً إلى سد النهضة الأثيوبي. لا خيار آخر أمام مصر غير ممارسة دور إقليمي، وسيتبين في الأيام القليلة المقبلة إلى أي حد ستذهب مصر في لعب دورها في غزة وإخراج أهلها من حال الحصار فعلاً بدل إطلاق الشعارات الوهمية الذي تشجع عليه إيران بحسب الكاتب. وقائع ما يجري على الساحة الفلسطينية من قمع صدمت العقل والوعي الفلسطيني بقوة مذهلة من سلطة تمارس اليأس والإحباط والتفريط بركائز الحقوق الفلسطينية إلى الانعطاف العاجز ومسلوب الإرادة أمام غول الاستيطان والعدوان الملتهم أراضي القدس ومدن الضفة. مقال الكاتب نزار السهلي في موقع عربي 21. وقائع ما يجري على الساحة الفلسطينية من قمع صدمت العقل والوعي الفلسطيني بقوة مذهلة من سلطة تمارس اليأس والإحباط والتفريط بركائز الحقوق الفلسطينية إلى الانعطاف العاجز والمسلوب الإرادة أمام غول الاستيطان والعدوان الملتهم أراضي القدس ومدن الضفة، ليجد الفلسطيني نفسه في مواجهة سلطة تلاحقه وتطارده وتعتدي عليه وتقوم بتصفية من يوجه النقد لسياساتها بعد أن أغرقت قضيته في متاهات الأوهام والخداع، أوهام لم تنطلي على الشارع الفلسطيني. مواجهة السلطة الفلسطينية للشارع بقمع مجرب من المؤسسة الصهيونية لن تنقذها من ورطة الغرق بفساد وظائفها المتعددة على الساحة الفلسطينية، ولا استنساخ تجربة الاستبداد العربي والتغول في الاعتداء على حرية وكرامة البشر يشكل مخرجاً لورطات حركة تحرر وطني تحت الاحتلال. تعرض الفلسطينيون أثناء مقارعتهم للاحتلال لأساليب عدوان المستعربين الصهاينة في الانتفاضتين وفي كل المواجهات التي تدور بين المقاومين وبين مؤسسة الاحتلال، لكن في قمع الشارع الفلسطيني من قبل أجهزة أمن سلطة رام الله برز تطور لافت باستنساخ التجربة الإسرائيلية بإنشاء جهاز قمعي بلباس مدني وظيفته الاندساس بين المتظاهرين واعتقالهم والاعتداء عليهم بوحشية.
ويقول الكاتب: جربت المؤسسة الصهيونية كل الوسائل والأساليب والمتوجة بإنشاء سلطة فلسطينية تقوم عقيدتها الأمنية تحت رعاية أمنية أمريكية إسرائيلية على التنسيق مع الشباك أو شين بيت الإسرائيلي لتطويع العقل الفلسطيني عند حدود القبول بما هو قائم والتعايش معه. نشر موقع دهيل مقالا جاء فيه: بينما يقوى معسكر التحالف بين الصين وروسيا تجد الولايات المتحدة نفسها أمام تحالفات تعاني من الضمور. المقال الذي كتبه ويليام مولوني تحدث عن وجود ثلاث قوى عظمى في العالم اليوم هي الولايات المتحدة وروسيا والصين، وقال إن الأخيرتين تتماشيان بشكل وثيق مع هدف مشترك يتمثل في الإطاحة بالهيمنة العالمية لأمريكا. اعتبرت الصين لعدة سنوات التوترات الروسية الأمريكية بمثابة فرصة ذهبية لتعزيز أجندتها الخاصة في معاداة أمريكا من خلال الدخول في علاقة أوثق من أي وقت مضى مع زملائهم الاستبداديين في موسكو عبر وسائل مثل صفقات الطاقة الضخمة والاستراتيجية المنسقة في المنظمات الدولية والتدريبات العسكرية المشتركة المتكررة بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم. في حين تعزز المحور الروسي الصيني بمرور الوقت، أصبح نظام التحالف الرئيسي لأمريكا الناتو أضعف بشكل متزايد. في استطلاع في آذار مارس شمل الدول الأعضاء في حلف الناتو، وجد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن غالبية شعوب هذه الدول تعتقد أن النظام السياسي الأمريكي معطل وأن الصين ستحل قريباً محل أمريكا باعتبارها أقوى دولة في العالم. والأكثر إثارة للقلق أنه في رأيهم يجب أن تظل بلدانهم محايدة في أي صراع بين أمريكا والصين أو روسيا. وغني عن القول إن قادة هذه الدول لن يقولوا مثل هذه الأشياء غير المهذبة علناً، ولكن إذا وقعت أزمة فإنه لا يمكن تصور أنهم سيتحدون نفس الأشخاص الذين ينتخبونهم. من الواضح إذن أنه مع نهاية الحرب الباردة فقد حلف الناتو سبب وجوده الرئيسي، وفقد خلال 30 عاماً الماضية تركيزه وتماسكه، وفي النهاية رغبته في المخاطرة بقتال عسكري فعلي مع قوة عظمى معادية. ويقول الكاتب: تمر أمريكا اليوم بما أسماه وينستون تشرشل في العاصفة التي تستجمع قواها، والمستقبل مخفي عنا، وبينما يمكننا أن نعرف مدى ارتفاع المخاطر فإنه لا يمكننا تقييم درجة الإرادة والثبات التي سنجلبها لمواجهة التحديات التي يفرضها علينا التاريخ الآن. ابتكر باحثون نيوزيلنديون جهازاً لإنقاص الوزن يستخدم المغناطيس لربط فكي المريض، قائلين إنه أداة جديدة لمكافحة البدانة، رغم أن البعض شبهه بأدوات التعذيب في القرون الوسطى. ويتضمن الابتكار الأول من نوعه في العالم تركيب مغناطيس مستخدم في عيادات طب الأسنان وقفل البراغي عند الأضراس العلوية والسفلية للمريض، ما يسمح بفتح الفكين لمليمترين فقط. وقال الباحث الرئيس بول برونتون من كلية العلوم الصحية بجامعة أوتاغوا إن هذا الابتكار الجديد يرغم الشخص المعني على اتباع نظام غذائي يقتصر على السوائل دون إعاقة التنفس أو الكلام. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.